اسمع مني مع الدكتور ديالا عيتاني، طبعا اخصائيه بعلم النفس العيادي واستاذه جامعيه. اليوم رح نحكي عن الانانيه، نعرف عنا والفرق بينه وبين حب الذات يلي اوقات مطلوب منا انه نحب حالنا. دكتور ديالا صباح الخير. يعني اذا خلينا نبلش بالاول نعرف من هو الشخص الاناني، يعني هون كمان هل كل حدا بحب حاله يعني هو اناني ولا لا؟ بلشت بحب الذات. ما فينا نعيش بسلام براحة بسعادة إذا ما منحب حالنا، بس كمان ما فينا نعيش بسلام وبراحة وبسعادة إذا نحن أنانيين. حب الذات مطلوب للراحة النفسية، للراحة اليومية، لواحد يسعى أنه دايما يحسن حاله، يطور حاله، يعيش هيك بفرح. ولكن الأنانية هو شخص اللي بيحب حاله زيادة عن اللزوم، يلي ما بيحب غير حاله، ما بيفكر غير بحاله، مستعد على حساب الآخرين أنه هو يطلع ويمكن يتطور بحياته، مستعد يأذي، بياخد وما بيعطي، ما بيقبل النقد، ما بيقبل حدا انه يوجه له أي ملاحظة، ما بيفكر حتى بالآخرين، ما بيقدر يكون عنده التعاطف مع الأشخاص. وبالتالي هو زيادة حب النفس، زيادة الثقة بالنفس اللي هي عم بتضره، لأنه بتضره مع عائلته، ما بيقدر ينتبه لهم، بتضره بشغله، بصير يمكن يهين الأشخاص اللي بيتعامل معهم، بتضره بحياته، وبيحس شوي بانعزال لأنه العالم بتصير بتهرب منه. يعني هو فينا نحب حالنا ولكن لحدود معينة، يعني بدنا نحب حالنا بدون ما نعتبر أن احنا أحسن من الآخرين. بنحب حالنا لأنه بنعرف أنه لازم نهتم بحالنا، بأفكارنا، بطموحاتنا، بيومياتنا، ولكن مش على حساب أنه نأذي الآخرين. ولا على حساب انه نحن ما نعطي حدا منشارك. اللي بيحب حاله ما بيقارن حاله بالاخرين، ما عنده هالفكره التنافس اليوميه المنافسه انه انا اقوى، انا احسن، انا اللي بستاهل. بالعكس بيكون مرتاح. دكتور ديالا، هل كل حدا منا عنده هالجانب، عنده جانب حب الذات ولا لا؟ الانانيه اذا بدي الانانيه السلبيه شوي كلنا بنمرق بفترات عنا هالانانيه. ان كان يمكن الضغوطات اليوميه، امرار بنحس انه كان عنا صدمه معينه يعني أثرت علينا، وفي أشخاص عطيناهم كتير ما بيدرونا العطاء، وبالتالي كردة فعل وهيك نوع من الديفنس ميكانيزم نحن صرنا شوي أنانيين. بنمرق بفترات بمرحلة معينة بحياتنا بتصير عنا هالأنانية أكثر، ولكن إمتى بتصير زيادة؟ يعني بتصير نوع من الشخصية، من اضطراب الشخصية الحدية، من الشخصيات اللي بتأثر سلبا علينا وعلى المجتمع. هون بتصير خطورة الأنانية. طيب أنا كيف يقفر شخص أناني أو كيف يقفر حالي إنه أنا أناني من بعض المفردات والكلمات اللي ممكن الإنسان يستعملها بحياته اليومية؟ مثل ما قلت لي إنه عادة كلنا عنا هاللحظات الأنانية أمرار فعلا ما بننتبه. يعني إذا الشخص كتير كان عم بيقول إنه أنا ما بيهمني الموضوع، إذا حدا عم بيحكي أمرار بالشغل منلاقي صاحب الشغل عم بيقول هذه مشكلتك مش مشكلتي أنا، وكأنه خلص أنا ما دخلني، أنت المفروض ما بيعترف إنه هو مثلا عنده نوع من المسؤولية. الأشخاص اللي دايما بتحسهم بيجوا مؤخرين ومفرقاني معهم، إنه كأنه هن مهمين الباقيين لازم ينترون دايما. أيوة. بتكون واحد عم بيحكي معك عم بيكي مهتم عم بيعبر على شيء، إنه واحد خلص بتحسه ما إنه مركز، عم يطلع بتليفونه كل الوقت، ما في هالآي كونتاكت، ما في تعاطف. الشخص دايما بيحكي عن حاله لدرجة انه بينسى يسألك انت كيف حاسس، كيف نهارك، باعتبار انه المحور كله هو الاهتمام كله عن حاله، وما بيهمه يعمل ولا نوع من التضحية الكمبرمايز حتى مع رفقاته. هو بيقرر دايما وين بدهم يروحوا، ما عجبه بينسى الكل. حسب مزاجه هو، أمرار بيكون عدواني شوي أكتر، بيفرض وهرته، بيفرض شخصيته، أمرار حتى نوع من الاستهزاء عنده، مثل بيتمسخر على المشاعر الآخرين، بتحسه هيك الإيجو عالي، بتحسه تفكيره بس بحاله دايما، بيحكي عن إنجازاته وكأنه هو بس شخص اللي عنده هالإنجازات دايما، وبالتالي ببين شوي عن أنانية. وين بيفشل الأناني؟ بأي دومين؟ بكل مجالات العمل ممكن يفشل إذا استعمل أنانيته ولا لا؟ أوقات الأنانية ببعض مجالات العمل
بتعطي نجاحات أكبر؟ الشخص الأناني يلي يعني اللي بيحب حاله كتير مهم، هو نوع من الليدر كمان يلي بيحب أنه مصلحة الشغل أول شيء، ولكن بس يصير الأنانية العدوانية يعني بيصير باعتبار هو أحسن على حساب الأخلاق، على حساب القيم، على حساب الآخرين، على حساب راحة الباقيين، بس يقدر يفكر بعدوانية أنه ما حدا غيره بيستاهل، وأنه أنا بقدر كون مصلحجي استخدم الآخرين لمصلحتي أنا الشخصية. هيدا النوع النجاح اللي ما بيدوم، لأنه بيصير شوي شوي بحس دايما شو ما عمل ما عنده هالرضا النفسي، ما عنده هالذكاء العاطفي، ما بيقدر يتعامل مع العالم. والأشخاص اللي هن مرتاحين مع حالهم بيهربوا من الشخص الأناني، بيقولوا لك إنه أنا ماني مضطر كون مع حدا دايما عم بيأثر علي سلبا، عم بيتعالى علي، عم بيحسسني إنه أنا ما عندي قيمة، خاصة كمان الأشخاص اللي عندهم نوع من العدوانية النرجسية. اللي هي الحب الذات الكبيرة كمان بتأثر كتير على العلاقات. يمكن يعني بتبلش الأنانية تختلف عن النرجسية، في الأنانية نوع من الأنانية درجات هي يعني. الصح وقت تزيد كتير عن حدها بتأثر، معقول توصل لنوع من الأنانية اللي مسميها الأنانية النرجسية. يلي هو الأنا ما بسمع للآخرين، بأثر سلبا عليهم، عندي نوع من الاحتيال لحتى اسمع اللي أنا بديه لحتى هن يكونوا عم بيقدوا مصلحتي أنا الذاتية. هل الأنانية النرجسية الأشخاص بتحسن أذكياء أنه بيقدروا يلعبوا على مشاعر الآخرين، ولكن كتير بيحطموا لحتى هن يوصل. طب شو أنواع الأنانية؟ في أنواع؟ لا في درجات؟ لا وفي كلنا أكيد مثل ما قالت أنت بنمرق بمراحل الأنانية، بحاجة يمكن أمرار لنحمي حالنا، بحاجة لأنه مرقنا بتروما، في عدة أسباب لأنه واحد يوصل للأنانية. فيها تكون شخصية أنانية نرجسية، أنا وبس وأنا الأهم وأنا أحسن وما حدا غيري موجود، المحور كله صح ما في حدا غيري موجود. في الأنانية اللي مسميها الباسيف، اللي هي الشخص إذا بدك ما بيدافع عن رفقاته اللي عنده مصلحته، بيروح مع القوي. يعني إذا كان شخص قاعد بمحل وحدا عم يحكي سلبا على رفقاته ما بيدافع، لأنه يمكن مش من مصلحتي أنا دافع عن حدا. إذا حدا شاف الخطأ بمكان معين كمان بيتغاضى. هيدا الباسيف اللي مسميها الأنانية السلبية، اللي هو الشخص وين مصلحته بيروح، حتى لو كان على حساب انه حدا عم بيضر حدا من عائلته، عم بيضر اصدقائه، عم بيضر يمكن قيمه، كتير هيك على الهدوء التام لانه عنده نوع من حب الظهور. هل هو أناني؟ حب الظهور اذا كان كمان على حساب انه انا بدي اتنافس مع الاخرين، مستعد انه اذي حدا كرمال انا بين، مستعد انه ما اسمع ولا اتعاطف واستهلك مشاعر الاخرين كرمال انا بين. صارت تعم الانانية، صار الايجو العالي اللي اثر على الشخص. وفي العدوان، الانانية العدواني اللي هو انا بستاهل كل شيء، اللي هو عند الآخرين أنا اللي لازم أوصل لهم هالمنصب، أنا المفروض يكون لقلي، بتحسه دايما عنده هالعدائية، هالأجريشن، هالحدية بالحكي اللي بتأثر على الشخص وبتأثر على سلامه، بتحسه دايما عنده هيك إذا لاحظنا أولادنا، وكيف منلاحظ أولادنا إذا كانوا أطفال أو كانوا مراهقين إنهم أنانيين، وهل هيدا شيء خطر لقلهم لقدام؟ الأنانية كتير طبيعية بين عمر السنتين والخمسة، بالعكس هيدا الوقت اللي الولد عن جد بنسميها الإيجو ستيت، إنه كل شيء لقله لأنه الولد عم بيكون شوي شخصيته، فبهيدا المرحلة طبيعية. بنفس الشيء بوقت بأول المراهقة كمان الأنانية يعني طبيعية. يعني بهيدا العمر إذا كان عم بيعطي كل شيء عنده إياه هيدا مش منيح، ما بيقدر يعطي. يعني من بعد هالمرحلة بالفئة العمرية، من بعد المرحلة السنتين للخمسة منبلش أهمية الأهل أنه يعودوا الأولاد على المشاركة، أكيد إذا هن ما كانوا أنانيين، لأنه أهم شيء تكون القدوة الإيجابية. بنفس الوقت المراهقة كمان مرحلة، لأنه في identity crisis وأنا مين وأنا بدي أختلف عن أهلي، وبيصير في مشاكل أكتر مع الأهل، بيصير في أنا اللي بدي بين أكتر، أنا بدي أقرر. هالأنانية شوي كمان طبيعية بهالمرحلة، ولكن المشكلة إذا واحد علق فيها بعدين ما قدر يتخطى الأنانية الطبيعية اللي بتمرق بالمراحل العمرية. طيب ليش الإنسان بصير أناني؟ بيكون إذا الواحد عنده 4-5 أولاد، 3 أولاد، حدا بيكون أناني حدا بيكون لا، هل طريقة التربية، هل جينية، هل
كل من قالت بيلقطها الولد وخلص بيمشي فيها ولا كيف؟ فيها تكون كل عدة أسباب بتأدي للأنانية. مثل ما قلت فيها تكون طريقة التربية. التربية نوعين، فيها تكون الولد أو الشخص صار أناني لأنه الأهل أهملوه كتير، يعني وقتها ما يكون في حب، ما يكون في عطاء، ما يكون فيها الحنية، ردة فعل بتصير إنه الشخص بده يحمي حاله ويهتم بس بحاله، باعتبار إذا أهلي ما اهتموا فيه وما حبوني خلص ما بقدر أوثق. صحيح، ما بقدر أوثق بالآخرين. بتصير بتحسه قاسي، بتحسه ما بيقدر يعطي لأنه هو ما قدر ياخد من أقرب الأشخاص لإله. بنفس الوقت الأهل كمان بيقدروا يضروا ويسببوا الأنانية إذا عطوا زيادة عن اللزوم وصار في دلع، يعني ما بيتحمل الولد مسؤولية، ما بيفرجوه إنه في عواقب، في كل أمور لازم هو يتحمل مسؤوليتها، في أشياء لازم يعملها، ما بيقدر هيك، ما يكون في نظام، في روتين، في قوانين بالبيت، هون صار الدلع الزايد، وكأنه أنا بحق لي كل شيء، أنا أحسن من الباقيين، أنا بقدر أأذي لأنه ما حدا من الأساس علمني وين حدودي. المقارنة بين الأخوة بتعمل أناني؟ المقارنة خاصة في نوعين، يعني حتى المقارنة يلي بتضر الشخص إذا حسسته أنه أنت أحسن من غيرك، أنت أو غيرك هما واحد بيظهر نفسه. صح، كمان بيصير لأنه قلة ثقة بنفسه بتضرب الأنانية أنه أنا بدي أحمي حالي. بس كمان أمرار كثرة المساواة، يعني اللي هي باعتبار مثلا في أخوة عم بيتخانقوا والأهل ما جربوا يخبروا واحد أنه هو غلطان، هون كمان بتصير أنانية لأنه بالنسبة له شو ما عمل على الغلطان. بتصير على الغلطان عنده هالأنانية. نعم. لأنه الأهل المساواة الزيادة اللي فهموها غلط باعتبار أنه أنا ما بعاقب حدا منهم وكلهم نفس الشيء، ما قدر يعرف أنه هو لازم يكون في جهد، لازم يكون في عقاب، لازم يكون في مسؤولية، وإلا بيصير أناني. يعني كيف نتعامل مع الأناني إن كان طفل مراهق أو كبير؟ إذا كانت أكيد أسبابها ناتجة عن التربية، كتير مهم أنه الأهل ينتبهوا شوي كيف عم بيربوا. نعم. يعطوا حب ولكن يركزوا على الأهداف اليومية، على أنه واحد يكون عنده هدف دائما يركز له. في أسباب تانية للأنانية، في يكون في تروما كبيرة، صدمات واحد مر فيها، علق فيها أكتر كديفنس ميكانيزم، ما بقى عم بيقدر يوثق بالآخرين، في يكون اضطرابات نفسية عقلية، اضطرابات شخصية حدية بتأثر كمان. لازم مهم ننتبه لشوي قدي درجة الأنانية، قدي عم بتأثر على الشخص. إذا واحد بيقدر ينتبه لشوي الأشخاص يلي عايشين مع الشخص الأناني واللي منتبهين أنه شخص هالقد أناني، لازم يعرفوا أنه كتير معقول يأثر عليهم سلبا، بدهم يحطوا حدود. هل هو اضطراب نفسي؟ إذا وصلت لدرجة كتير بيوصل اضطراب نفسي واضطراب شخصيات. الشخص المكتئب بيقدر يوصل للأنانية، الشخص اللي عنده باي بولر، اضطرابات الانتي سوشيال بيرسوناليتي، الاضطراب النرجسي، فيها توصل لدرجات كتير تدمر الشخص وتدمر العلاقات. عشان هيك واحد يلي عايش مع شخص أناني هو بده يشتغل كمان على حاله. حتى يقول أنا أمرار بدي حط حدود، بدي أقول لا، ما بدي أقبل كل شيء، بدي انتبه أنا عدم لحالي. التماشي معه كمان هذا علاج يعني. طب كيف فينا نخلي الشخص أقل أنانية؟ هل هناك من علاج أو خلص فالج لتعالج؟ إذا هو بده، ما فيك تغير حدا إذا ما انتبه أنه في مشكلة وصار بس وقت فيه. إذا أنا بدي ما رد عليه مثلا، إذا كنت أناني ما يردوا عليه. مشكلة الأناني أنه ما بيقبل الانتقاد بالنسبة له هو أهم واحد. وهون المشكلة الشخص أنه ما بيقبل يروح عند العلاج باعتبار أنه الباقيين لازم يتأقلموا معه. ولكن بس ينتبه يمكن تأثر سلبا على علاقاته، على الحياة الزوجية، يمكن حدا يحسسه أنه صار لازم تتطلع شوي مثلا بولادك، بالعيلة، هون بيقدر يروح. يكون في عدة أنواع من العلاج أكيد. حسب إذا كان اضطراب نفسي، شخصي، عقلي، وقدي وصل درجة الأناني. أكثر شخص في يقول للتاني أناني أمين، إذا هالأناني انغرم ممكن يلفت له نظره البارتنر شريك. حتى كمان بينأذى لأنه الشخص الأناني بياخد ما بيعطي، ودائما عنده بيربح جميله شوي، انه انت يمكن هيك بس حلك تكون مع الشخص ومشي. هون ساعتها بيقدر يستوعب الشخص انه في شيء غلط، صار في باترن عم بعيد نفس الاخطاء مع الاشخاص، وبالتالي صار لازم اطلع على الامور بغير طريقه، يمكن لازم اشتغل على حالي، كيف بدي اسمع للشخص اكثر، كيف بدي اعتبر انه بدي اهتم، بدي اساله اسئله، مش بس بدي احكي عن حاله، بدي اسمع له اكثر، بدي اجرب افهم مشاعره، بدي اشتغل على التعاطف، على الذكاء العاطفي، بدي استمع، يعني كون حاضر مع الشخص. الرجل أكثر. أو المرأة أنانية الاثنين بمجتمعاتنا، هل في إحصاء بيقول إنه في دراسات
أمرار بيّنت أنه الشخصية النرجسية زيادة عند الرجل، ولكن عادات يعني حتى كديفنس ميكانيزم ليحمي حاله الشخص، المرأة عم بتكون أنانية أكثر. فعنا هالدراستين، يعني المرأة بتاخدها كسلاح، الرجل بيخدها خلقة. الرجل بيختبرها هو بحق له وهو بيصح له، المرأة بتاخدها أنه أنا بدي أحمي حالي بدي أحمي لأنه حالي. كان عندي تروما كثير بحياتي، وبيعلقوا اثنيناتهم بالأنانية وبيصير خلاص المشاكل بتزيد بيناتهم. دكتور، thank you so much. دائما الموضوع كتير.